بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستأنف مع بيالي ريكومبوندر. فهذه الفقرة إن شاء الله سنعيش مع باليماكو لحظة السقوط. باليماكو كومونسا أغرامبي سور لو كوكوتي. إذن باليماكو كومونسا أغرامبي سور لو كوكوتي. إذن باليماكو بدأ. طبعا عندنا هنا كومونسا، هذا الفيرب كومونسي أو باسي سامبل. باليماكو بدأ أغرامبي في التسلق سور لو كوكوتي على شجرة الجوز الهندي. Les écailles du tronc lui servaient de marche. Les écailles هي تلك القشور كالتي تكون عند السردين مثلا أو حتى بعض الأشجار كما في شجرة الجوز الهندي. إذا نتكلم عن قشور الأشجار بالخصوص، نتكلم عن قشور بعض الحيوانات. Les écailles du tronc. إذا نتكلم عن قشور الجدع، نتكلم عن جدع هذه الشجرة التي سيتسلقها باليماكو. إذن les écailles du tronc. إذا نتكلم عن قشور الجدع lui servait تصلح له. lui servait. إذا نتكلم عن الverb servir تخدم شيئا أو تصلح لشيء. lui servait كانت تصلح له بمارش، كانت تصلح له كما نقول لدرج، كانت تصلح له كما عندنا هنا كدرج لكي يصعد هاد الشجرة. إذن les écailles du tronc lui servait de marche. Il s'élevait. هو كان يرتفع lentement. كان يرتفع ببطء. نقول عن شيء بأنه لون، يعني أنه بطيء. لونت أنها بطيئة. lentement بشكل بطيء. Il s'élevait lentement. هو كان يرتفع ببطء. gracieusement كما نقول بلطف. Il fit bientôt. طبعا هنا عندنا لو فيرب être au passé simple. كما نقول إلي، يعني هو. هو موجود غير في الماضي. il fit bientôt. إذن هو كان قريبا. سيهو سيهو يعني أنه جد عالي. dans le ciel يعني في السماء. que بحيث. dans bas بحيث أنه من الأسفل. الأشخاص اللي غيكونوا في الأسفل عند جدع الشجرة. que بحيث. dans bas من الأسفل. il n'apparaissait plus. هو لم يعود يظهر. طبعا عندنا هنا الفيرب apparaître. هنا ما عندناش il n'apparaissait pas يعني هو لا يظهر. هذا المقصود به انه لا يظهر اصلا. اما في هذه العباره اللي عندنا المقصود هنا بانه كان يظهر ولم يعد يظهر. طبعا مع الوقت هو لم يعد يظهر. لماذا؟ لانه ارتفع وابتعد عن الارض كثيرا. il n'apparaissait plus يعني انه لم يعد يظهر. que comme un point noir يعني هو لم يعد يظهر إلا كنقطة سوداء. دو طون زا أوتر دو طون زا أوتر. إذا من وقت لآخر إيل ساغيطي بور سوفلي هو يتوقف. طبعا عندنا لو فيرب ساغيطي الامبارفي. عندنا لو فيرب ساغيطي يعني فعل توقف الامبارفي. إيل ساغيطي إذا هو كان يتوقف بور سوفلي لكي يتنفس كما نقول لكي يأخذ نفسه ويستريح. إيل ريستي أنكور beaucoup de chemin. il lui restait. هو كان يبقى له. طبعا عندنا لو فيرب ريستي بنفس الطريقه الامبارفي. il lui restait encore. اذا هو كان لا زال يبقى له. il lui restait encore. اذا هو كان لا يزال يبقى له beaucoup de chemin الكثير من الطريق. beaucoup de chemin الكثير من الطريق avant d'atteindre le sommet قبل ان يصل الى القمه. قبل الوصول للقمة. avant d'atteindre le sommet قبل الوصول إلى القمة. enfin وفي النهاية l'immense bouquet الباقة الكبيرة أو الضخمة. l'immense bouquet إذا نتكلم عن الباقة الضخمة أو الكبيرة طبعا التي توجد في أعلى هاد الشجرة. l'immense bouquet de palm طبعا كلمة palm المقصود بها feuille de palmier. فيدو بالمي إذا نتكلم عن ورقة النخلة. كما نتكلم عن جريدة أو سعفة نخل. للإشارة هنا ذلك المجداف المطاطي الذي يثبت في القدمين للمساعدة على السباحة يسمى أيضا بالم. يسمى أيضا بالم. الذي يهمنا هنا أن كلمة بالم تعني ورق النخل فيدو بالمي. إذا نتكلم هنا عن ليمونس بوكي دو بالم. إذا نتكلم عن الباقة الضخمة لأوراق النخلة كما نقول أباغي يعني أنها تظهر
apparu, apparu, هذا c'est le verbe apparaître. Apparu, يعني أنه يظهر, juste au-dessus de lui, juste, كما نقول بالضبط, au-dessus de lui, فوقه. يعني أن الباقة, باقة أوراق النخلة الضخمة, apparu, يعني أنها تبدو أو تظهر, juste au-dessus de lui, مباشرة فوقه. Presque, à sa portée. تقريبا في متناوله. À sa portée, في متناوله. À ma portée, في متناولي أنا. Presque, à sa portée. Presque, à sa portée. تقريبا في متناوله. Balimako était maintenant plus haut que tous les arbres de l'île. إذن Balimako الآن plus haut. أنه أكثر علوا que tous les arbres de l'île. من كل أشجار الجزيرة. لماذا؟ لأن الشجرة التي يصعد الآن هي أعلى من كل أشجار. Balimako était maintenant plus haut que tous les arbres de l'île. Balimako الآن هو كان plus haut أكثر علوا que tous les arbres de l'île من كل أشجار الجزيرة. تلاحظوا بأن عندنا le verbe être à l'imparfait. أحيانا نستعمل أدوات في البخيزو للدلالة على الماضي. وكأننا نعيشه عند رواية القصة. طبعا هنا تنتكلم على باليماكو في الماضي وكأننا نعيش معه حاليا. باليماكو إيتي مانتونو بلو هو كو تو لي زارفر دو ليل سو كرامبونو. طبعا لو فيرب كرامبونو المقصود بها أتاشي أفيك أن كرامبون أو بيا أتاشي أو مويا دان كرامبون أو بيا أتاشي أو مويا دان كرامبون. يعني أنك تربط بواسطة كلاب أو ما يشبهه. طبعا كرامبون المقصود به الكلاب. بعد مرة نتكلم على أحذية اللاعبين في أسفلها كرامبون بما يشبه الكلاب. طبعا تنقولوا هنا بالدارجة الكرابوات. كرابوات إذا تأتي من هذه الكلمة كرامبون. هنا ما عندناش لو فيرب كرامبوني أتاشي أفيك أن كرامبون بل عندنا لو فيرب سو كرامبوني المقصود به هنا s'attacher avec un crampon ou bien s'accrocher fortement à quelque chose ou bien s'accrocher fortement à quelque chose تتعلق بقوة في شيء تشد نفسك كما نقول بكلاب. الكلاب ممكن التعبير عنه باليد سو كرامبونو دون ما الارض متعلقا بيد في الشجرة معلقا نفسه بيد à l'arbre, في الشجرة. Se cramponnant d'une main à l'arbre. Se cramponnant d'une main à l'arbre. يعلق نفسه بواسطة يد. يشد نفسه بواسطة يد à l'arbre. إلى الشجرة. أنه يستعمل هذه اليد طبعا ليثبت نفسه بها. Il porte à l'autre أنه يرفع الأخرى au-dessus. طبعا تشوفوا هذه كلمة dessus نلمس فيها كلمة sur يعني فوق. إذا هنا Il porte à l'autre au-dessus de ses yeux. يعني أنه يرفع الأخرى. المقصود أنه يرفع اليد الأخرى. Au-dessus de ses yeux. أنه يرفع اليد الأخرى فوق عينيه. حتى لا يؤثر على عينيه شعاع الشمس. وحتى ينظر بعيدا. Il porte à l'autre au-dessus de ses yeux. إذا هو يرفع الأخرى فوق عينيه. Étendu. طبعا عندنا لو فيرب طوندر. مدة. Étendit son regard. ثم يمد نظره. Étendit son regard. ثم يمد بصره. نتحدث أحيانا عن لو فيرب regarder. يعني فعل نظر. إذا لو regard المقصود به النظر. Étendit son regard. ثم يمد نظره. Vers l'endroit où le ciel et la terre se rejoignent. ثم يمد نظره. Vers l'endroit. إلى المكان. Où le ciel. حيث السماء إلى الطير والأرض سرجواني أنها تلتقي حيث تلتقي السماء والأرض المقصود أنه ينظر إلى الأفق البعيد حيث تلتقي الأرض بالسماء طبعا هنا عندنا لو فيرب سرجواندر يعني التقى طبعا باليماكو يرفع اليد الأخرى فوق عينيه ثم يبصر بعيدا حيث تلتقي الأرض بالسماء سون كور يعني أن قلبه بات سي فور كان يضرب بقوة لو فيرب باتر يعني ضرب سون كور باتي قلبه كان يضرب سي فور كو
بقوة كبيرة بحيث certainement بحيث يقينا certainement نقول عن شيء بأنه certain يعني أنه مؤكد قلبه كان يضرب بقوة بحيث certainement le cocotier devait en être ébranlé بحيث أن شجرة الجوز الهندي devait en être ébranlé يتوجب عليه أن تكون منه ébranlé يعني مرتجفة طبعا قلبه كان يضرب بقوة بحيث أنه أكيد أن هذه الشجرة التي يمتطيها أكيد أنها ترتجف من صوت قلب باليماكو أنه تصوير مبالغ فيه للدلالة على حالة باليماكو التي تجعل قلبه يخفق بقوة سودا ألا جبروي كوري دون لي بالم كوم ان فريسون سودا وفجأة ألا جبروي إذا نتكلم عن صوت خفيف كوري دون لي بالم أنه يجري على الأوراق كوم ان فريسون كما نتكلم عن رعشة أو هلع أو انفعال تلك القشعريرة تسمى فريسون سيتو لو فون كي سو لوفي إنه الريح الذي ارتفع أو الذي وقف هنا كما نقول بأن الريح نهض وبدأ بحال تنقول بأن الريح ناض أو تحرك سيتو لو فون كي سو لوفي لو تيريبل فون كي فيان دو لارج لو تيريبل نقول عن شيء بأنه تيريبل يعني أنه فيولون يعني أنه مخيف مهول مفزع أو مدهش تيريبل فيولون إفخيان أو بيان إكسترا أوردينير لو تيريبل فون ريح مخيف كي فيان دو لارج الذي يأتي من العرض كي فيان دو لارج الذي يأتي من العرض المقصود أنه يأتي من الأفاق كي فيان دو لارج لارج طبعا مقصود بها بالإضافة إلى كلمة عرض ممكن أنه يأتي اسم المقصود بها عرض عرض أو عرض البحر لو تيريبل فون كي فيان دو لارج إذا نتكلم عن ريح مخيف كي فيان أون مال فارب فونيغ إذا عندنا فعل جاء كي فيان دو لارج الذي يأتي من عرض البحر لو كوكوتي كومونسا أسانكليني إذا نتكلم عن شجرة جوز الهندي كومونسا أن بدأت أسانكليني بدأت تتمايل باليماكو سو كرامبونا سوليدمون باليماكو بدأ يشد نفسه سوليدمون يعني بشكل قوي نقول عن شيء بأنه سوليد يعني أنه صلب وقوي باليماكو سو كرامبونا طبعا نتكلم هنا على الفرب سو كرامبوني كما ذكرنا إذا باليماكو سو كرامبونا سوليدمون باليماكو بدأ يشد نفسه سوليدمون بقوة أوتخون إلى الجدع إلى جدع الشجرة أوتخون إلى الجدع لوفون سونفلا لوفون سونفلا الريح ينفخ طبعا عندنا هنا الفرب سونفلي لوفون سونفلي كما نقول بأنه ينتفخ أو يتعاظم لوفون سونفلا إذا الريح بدأ يتقوى لارغ سوبونشا الشجرة تنحني عندنا الفرب سوبونشي يعني فعل انحنى لارغ سوبونشا الشجرة تنحني دان كوتي ألوتر لارغ سوبونشا دان كوتي ألوتر الشجرة تنحني من جانب لآخر دون زان ميمونس بالونسمون طبعا بالونسي ومن كلمة لا بالونس يعني الميزان إذا نتكلم عن تلك الحركة التي يقوم بها الميزان إذا نتكلم عن لو فيرب بالونسي هنا عندنا بالونسمون إذا نتكلم عن ذلك التمايل يسمى بالونسمون إذا هنا عندنا الشجرة سوبونشا دان كوتي ألوتر لارب سوبونشا دان كوتي ألوتر الشجرة تنحني من جانب لآخر دون زان ميمونس بالونسمون يعني في تمايل كبير دو توت سي فورس باليماكو ريزيستي بكل قواه باليماكو يقاوم طبعا عندنا لو فيرب ريزيستي مقصود به قاومة دو توت سي فورس بكل قواه انه يستجمع كل قواه باليماكو ريزيستي اذا باليماكو يقاوم سودا فجأة ان كخي بيرسون ديشيرا لو سيال اذا نتكلم عن ان كخي يعني صرخة بيرسون نتكلم عن لو فيرب بيرسي بيرسي المقصود به يتقب ومن كلمة بيرسوز آلة التقب إذن أن كخي بيرسون إذا نتكلم عن صرخة تاقبة تاقبة ديشيرون سيال أنها تمزق السماء المقصود أننا نتحدث عن صرخة قوية تسم الآدم بمعنى آخر لو بوتي نوار فوني دو لا شيبريز
طبعا كلمة لاشي بريز هذه عبارة تقال هكذا، المقصود بها أبوندوني يعني تخلى عن، ترك. أبوندوني كما نقول تخلى عن شيء، طومبي المقصود بها أيضا سقط، إيشوي فشل، سوديتاشي يعني أنك تفك رباط، تفك ارتباطك عن شيء، أنك لا تبقى مرتبطا بشيء. لو بوتي نوار فوني دو لاشي بريز، سيبغا ساجيتير ذراعي أنها تلوح، سيبغا ساجيتير قلنا لافاب ساجيتي، اهتز اضطرب أو تقلب أو انقلب في كل اتجاه. إذا نتكلم على لافاب ساجيتي، إذا سيبغا ساجيتير إذا نتكلم عن ذراعي أنها تتقلب أو تضطرب إلى غير ذلك. بويسون كور ديبان، طبعا كلمة إبان هو نوع من الشجر أسود تصنع منه مثل هذه الأشياء كما نلاحظ، إذا تسمى إبان. إذا نتكلم هنا عن بويسون كور ديبان، كما نقول بأن جسمه من هذا اللون الأسود، تغنوية دون الفيد يعني أنه يدور في الفراغ. لوفيغ تغنوية المقصود به تغني سيغ سوا ميم، تغنوية المقصود به تغني سيغ سوا ميم يعني أنك تدور حول نفسك، المقصود أنه يحوم حول نفسه. إذا نتكلم عن جسم أسود تغنوية دون الفيد، أنه يحوم حول نفسه في الفراغ. بوغ فونيغ سيكخازي أو بيي دو لارفغ، لكي يأتي يسحق على كما نقول قدم الشجر، ليأتي هذا الجسم ويسقط على جذع الشجرة. كونطون غولوفا باليماكو، عندما رفع باليماكو سون كور نو باتي بلي، يعني أن قلبه لم يعد يخفق. كونطون غولوفا باليماكو، عندما رفع باليماكو سون كور نو باتي بلي، سون كور نو باتي بلي، قلبه لم يعد يخفق. Mais sur son visage fleurissait, mais sur son visage fleurissait, ولكن على وجهه كانت تظهر un sourire, كانت تظهر ابتسامة غديه مشعة. غير هي كلمة سورير هي كلمة مذكرة، لذلك نقول هنا غديه ولم نقول غاديوز، كما نقول مشيع. Peut-être ربما بالله من هناك في الأعلى avait-il aperçu la grande voile du vaisseau des hommes blancs. عندما كان في أعلى الشجرة avait-il aperçu يعني أنه نظر la grande voile du vaisseau des hommes blancs. إذن ربما هو كان في الأعلى، ربما هو رأى الشراع الكبير في سفينة الرجال البيض. mais sur son visage fleurissait un sourire radieux. peut-être de là-haut avait-il aperçu la grande voile du vaisseau des hommes blancs. ولكن على وجهه كانت تظهر ابتسامة مشعة. peut-être de là-haut ربما من هناك في الأعلى avait-il aperçu la grande voile du vaisseau des hommes blancs. ربما أنه من هناك في الأعلى رأى الشراع الكبير لسفينة الرجال البيض. ما يكتبه الكاتب هنا ربما في بعض، ربما أن في بعض الاستهزاء مما كان باليماكو ينوي الوصول إليه. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.